8 مارس هي مناسبة باش كنطرحوا التحديات اللي هي مطروحة على النساء المغربيات، واللي هي يمكننا نقولوا أنها كتجلى في ثلاثة ديال النقاط. أولا تحقيق المساواة، كل ما تكلمنا على حقوق النساء إلا وخص تكون عندنا المرآة ديال المساواة بين الجنسين، المساواة في التشريعات اللي خصها تضمن مساواة بين النساء والرجال، المساواة في الاستفادة من السياسات العمومية، وحنا على وشك يعني بناء المغرب الاجتماعي اللي عليه الكلام حول تعميم التغطية الاجتماعية وتعميم التقاعد وتعميم مجموعة ديال الحقوق الاجتماعية، خص ولا بد تحضر فيها مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. هذه النقطة الأولى، دونك المساواة في التشريعات والمساواة في السياسات العمومية. النقطة الثانية هي تقاسم السلطة وتقاسم الثروات بين النساء والرجال. احنا عندنا في المغرب يعني ارقام دوليه ديال صندوق الامم المتحده الانمائي كتقولنا على انه المدخول، معدل المدخول للرجال كيفوق 4 نوبات المعدل ديال الدخل ديال النساء. دونك النساء مفقرات او فقيرات اكثر بكثير بحكم مجموعه ديال المساطير اللي كتجعل على انه اينما كان المال كيتوجه الى جيوب الرجال على حساب جيوب النساء. من خلال مثلا كون الراجل هو اللي عنده احتكار على الولايه الشرعيه على الاطفال، الولايه الشرعيه على الاطفال الراجل لوحده، المراه ما كتستافدش. دونك التعويضات العائليه كيمشيو عند الرجل، التعويضات على الادويه كتمشي عند الرجل، كل شيء يعني المزايا الاجتماعيه كلها كتمشي لجيب الراجل على حساب جيب المراه. وحنا في الحاجه الى خلق مساواه بين النساء والرجال في الاستفاده من ثروات البلاد وكذلك تقاسم السلطه من اجل الوصول الى هذا الهدف. والنقطه الثالثه والاخيره واللي هي ضروريه هي نشر ثقافه المساواه. بركه علينا من هذا الفكر الذكوري اللي كيدير التراتبيه ما بين النساء والرجال واللي كيجعل على انه الرجال هما اللي متفوقين على النساء. ماشي هذا الشيء حقدا على الرجل، بل المجتمع ديالنا في الحاجه لواحد يعني التوازن اللي يكون فيه النساء كيعطيو احسن ما عندهم في خدمه البلاد، في خدمه التنميه، ماشي فقط ذاك المصباح اللي كيضوي الدار اللي قالوا شي رجل سياسي معروف، ولكن يعني كشمس اللي كتضوي العالم واللي يمكن لها تخلق السعاده داخل الاسره وداخل المجتمع ككل بالعطاء ديالها يعني بالمهارات ديالها. دونك المراه والرجل خصهم بقدم المساواه يستفيدون من الثروات ديال البلاد ومن الحقوق عامه، ويكونوا محررين ومحررات باش يعطيو العطاء احسن ما عندهم، والنهايه هو تقدم البلاد واستفادة ديال كل الساكنه نساء ورجال واطفال واشخاص في وضعيه اعاقه والان مهاجرين ومهاجرات اللي عايشين عندنا في ارض الوطن، وكذلك المغاربه والمغربيات اللي عايشين خارج ارض الوطن. هادو كلهم كيشكلوا ناس اللي لابد خصهم يستافدوا من التنميه ديال البلاد ويستافدوا من الخيرات ديالها ومن السلطه ومن المساواه ومن الكرامه ومن الظروف باش يمكن لهم يعطيو احسن ما عندهم علميا وثقافيا واقتصاديا واجتماعيا وسياسيا.